السؤال يا شيخ عمرو، انك انت الذي امامنا، الراس تمسح كلها او يمسح بعضها؟ الله قال فامسحوا برؤوسكم، فتمسح تمسح كلها. الباء هذه للتبعيض او ما شأنها؟ نعم للتبعيض اجماعا. لا انا لا. ماذا عندك يا احمد بن شفيق؟ عندك فائدتان، ما هما؟ الاولى الوضوء مرة قال الامام احمد لا يثبت في الباب حديث، النسائي عبد الله. الفائده الثانيه انت تقول الوضوء مرة قال احمد لا يثبت في الباب حديث، هذا راي الامام احمد رحمه الله، والنزاع قائم في هذه المساله. علماء اللغة قال لا تأتي الباء في اللغة للتبعيض لقوله تعالى وليطوف بالبيت الحرام. الباء لا تأتي في اللغة للتبعيض؟ نعم. لا كلامك غير دقيق. ها؟ أخرجها إن شاء الله. أخرج القائل بحجته. قولوا لطفوا بالبيت الحرام. الأمر الآخر حديث عبد الله بن زيد. صبرا بس يا عم، ما عادش سمعه. صبرا بس. أنت يا أحمد، هل أنت من أهل اللغة والتدقيق فيها؟ لست من المتخصصين. إذن نترك مسألة الباء لا تأتي للتبعيض لأهل اللغة، صح؟ يعني اليد من أين تبدأ وإلى أين تنتهي؟ يدك أكل بيده ببعضها. طيب أنت نعم. طيب يا عم أحمد، المهم يا أحمد، نحن مع الشيخ عمرو الآن، عندك فائدة تعينه بها؟ كان ما عندك؟ هل يمسح الرأس كلها أو بعضها؟ تعال هنا كده، تعال هنا. لأني الآن معذرة شيخ عمرو. لا تفضل يا شيخ. لا إلا بس هو على ما يجي يكون. لو أنت كنت متزوج كانت الزوجة زررت لك الثوب. خليك تقول يا ربي. نعم يا عم أحمد، تفضل يا عم أحمد. امسح رأسك كده أمام المسلمين، اخلع القلنسوة. اخلع. لا كده استر على نفسك لما اردت هذا، لكن كده بين لنا. مش مشكلة يا شيخ عمرو. ايوه اللي تقبلك على بينة التي تقبلك على بينة. الحمد لله ان السؤال جاب الموضوع ده. نعم يا عم أحمد، الله يحفظك ويبارك فيك. ذهب جمهور العلماء في المسح في الرأس إلى التعميم في الرأس كلها. زعمك الجمهور، من نقل ذلك عن الجمهور؟ ذكر ذلك عن الجمهور الإمام النووي وابن قدامة رحمة الله عليهما. أنت متأكد من قيلك؟ غالب ظني. احتاط لنفسي. بغض النظر عن هذا، حاضر. اذكر مستندك لتعميم الرأس بالمسح وطبقه. استدلوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين. أيوه. أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، بدأ بمقدم رأسه. فسلها كده يا حبيبي، أنا مسك لك السماعة. قال عبد الله. خلاص ما احنا عرفنا. قال عبد الله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه. هي. وذهب إلى قفاه ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه. طيب كده كويس، أعد الفعل لا تعد القول.
هكذا هكذا ثم هكذا. هل هذه عمامه الراس كله؟ لا. ولا في شعر كثير ما تمسحش؟ لكن الجوانب اذا تقول الغالبيه ما تقول مسح الراس كله لا يتاتى، لان ما هناك نص ان الراس كله يمسح، انما هو استنباط من هذا وقوله اقبل بهما وادبر. هل هذا الاقبال والادبار يعمم كل شعره في الراس؟ لا يعمم الراس لا كلها. لا يعمم الراس. شيء ثاني، هل فعله عليه السلام على الوجوب ام على الجواز؟ شو ورد ان النبي مسح مقدم راسه وتمم على الناصيه على العمامه؟ بلى، روايه مسلم. روايه مسلم، بلى، في مسلم. نعم. اذا النزاع قائم. بلى شكرا. والباء ممكن تكون للتبعيض. صحابي رؤوسكم. وضح طيب أمرنا يا شيخنا. وضح. أنت مثال لمن يستطيع أن يقنع الناس ولو بالباطل. لا والله أبدا يا شيخنا، الله يرضى عنك يا رب. أنا أقول لك مثال يعني. الله يرضى عنك. تفضل. من بعض علماء اللغة الكبار الأوائل من القرن الثالث، سأذكر اسمه إن شاء الله. الحجة في أن الباء لا تأتي للتبعيض استدل بقول الله عز وجل. استأذناك يا شيخ أحمد، استأذناك أن تؤجل هذه المسألة لأهل الاختصاص، أنت لست منهم. حاضر يا شيخ. هكذا اعترفت. نعم في الأول. حاضر. نعم. عندك شيء تريد ترد به عليه؟ في المصنف ابن أبي شيبة طريق عبد الله بن أمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. تعالى تعال قل هذا، ولا انت شعرك برضو طاير. اخوكم يقول قاعد يا احمد في المصنف نبي شيبه، في المصنف نبي شيبه عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر انه كان يمسح بمقدم راسه مره واحده. كان ابن عمر يمسح بمقدم راسه مره واحده، هذا ليس بمرفوع للرسول. وشيء اخر احذره، عبد الله بن نمير ولا الولد؟ عبد الله بن نمير. عبد الله الاب. هو الاب والولد احيانا يزيدان زيادات بس يدرس دراسه مقارنه، وهذا موقوف، هذا موقوف، لكن يدل على انه هناك خلاف. ماشي ابن عمر خلاص. الف سلام. الله ستر الله عليك يا عم احمد. الله يرزقك بزوجه تغسل لك قولون سوتك. الله وتحني لك شعر راسك. اللهم امين. على تفضل. اليوم في المصباح المنير نفى خمسه الائمه وسادسهم الشافعي لم قال البدء التبعيد، وقال هذا مذهب المنير. قل له يا ابو ايش، تعال يا ابو ايش، ما تعرفش تفرج الناس عليه. تعال يا ابو ايش تعقب. احمد شفيق قلت لك بعد كده لا تدخل في غير تخصصك. ننقل عنك ولا تنقل عن نفسك؟ تعال انقل. لا اتحمل شؤم الواسطه. ممكن تعال تعال بجهازك انت. من اهل الاجهزه. اخوك احمد بن شفيق حفظه الله زعم ان الباء لا تعرف عند العرب للتبعيض، فعرضناه في ذلك وقلنا اترك الامر لاهل التخصص. ماذا عندك يا أبا ويس؟ الفيومي في المصباح المنير في مادة الباء والعين والضاد أتى بهذه المسألة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال الباء هنا للتبعيد على رأي الكوفيين، ونص على مجيء للتبعيد ابن قتيبة في أدب الكاتب أبو علي الفارسي وابن جني ونقله الفارسي عن الأصمعي، وقال ابن مالك في شرح التسهيل وتأتي الباء موافقة من التبعيضية. جزاك الله خير. ثم قال وذهب إلى مجيء الباء بمعنى التبعيد الشافعي وهو من أئمة اللسان، وقال بمقتضاه أحمد وأبو حنيفة حيث لم يوجب التعميم بل اكتفى أحمد بمسح الأكثر. إذن هذا كلام أيضا يرد على أحمد بن شفيق ظنه الذي ظنه وخاب ظنه لما قال الجمهور على التعميم. صح أحمد؟ صلى على رسول الله كده، خذها ولا تخف. تفضل. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا ابو ويس. شكر الله لكم. الذي نفى الباء للتبعيض ابن جزي في التفسير، لعل احمد اغتر به. تفضل.
هو كده اختيار، لكن اقصد ليس هناك اجماع، بس كده هذا الذي نريده. تفضل يا عم عمرو. اذن يا عم عمرو الله يغفر لك، هل يجوز ان امسح على امسح مقدمه راسي ويجتزئ بك؟ على قول فضيلة على مش على قول انا على قول الشافعي مش كده على قول الشافعي تنقل شيخنا عن الامام الشافعي عن غيره من اهل العلم. ماشي يا عم عمرو، تفضل يا عم عمرو. ارى في فتوى فضيلتكم الجواز، يعني كان انا احتط لنفسي وامسح الراس، يعني غالب الراس قدر استطاع غالب الراس هكذا. نعم. اقبلت وادبرت. نعم. ليس معنى ذلك انني عممت. نعم نعم، تفضل يا شيخ. الباء ايضا تدخل على كلمه بعض، وبعض اصلا جاءت للطبعين ببعض ما اتيتموهن. نعم. ماشي. الحديث الثاني في نفس الباب.